بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق الله العلي العظيم. كلمة القطمير وهي اللفافة أو الغشاء الرقيق التي على نوى التمر. وفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. كلمة الفتيل وهو خيط رفيع موجود على شق النواة، وأيضا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. كلمة النقير وهي نقطة صغيرة تجدها على ظهر النواة في الجهة المقابلة للشق. هل تعلم أن الجلوس في الظلام يطيل عمر الإنسان بما يقارب الربع؟ هل تعلم أن الجلوس تحت المراوح أو الكونديشن لمدة تزيد عن ثلث ساعة تؤدي إلى تآكل خلايا الرئة وتمنع نمو خلايا جديدة؟ هل تعلم أن شرب الماء البارد يؤدي إلى تلف أعصاب الفم ويقلل من أدائها بنسبة 50%؟ هل تعلم أن كوي الملابس يؤدي إلى نشوء ميكروبات تساهم لاحقا في نشوء أمراض جلدية معدية؟ هل تعلم أن استخدام الغسالة الأوتوماتيكية يؤدي إلى إشعاعات تؤثر على من حولها بمساحة 50 إلى 10 متر تقريبا؟ هل تعلم أن مشاهدة التلفاز أكثر من ربع ساعة يوميا تجعل العيون أكثر عرضة للسرطانات؟ هل تعلم أن شحن الهاتف المحمول أكثر من مرة في اليوم يصنع هالة إلكترونية تؤدي إلى ضعف السمع مستقبلا؟ هل تعلم أن الأغذية المبردة في الثلاجات أو المجمدات تحوي على طبقة فلزية تسبب آلاما في القولون والمعدة؟ هل تعلم أن الحوت الأزرق الذي هو أكبر الحيوانات في العالم يملك أيضا الأعضاء الأكثر ثقلا، يزن قلبه 450 كيلوغرام ورئتاه 1000 كيلوغرام، ووزن فقراته 7 أطنان أي ما يساوي وزن 10 بقرات كاملة النمو، ويزن لسانه 3 أطنان أي ما يعادل وزن 50 رجلا؟ هل تعلم تجدد رموش عين الإنسان باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ هل تعلم أن عام 1999 حاول مؤسس جوجل بيع موقعه $1 مليون لكنه لم يستطع ذلك لعدم وجود مشتري؟ اليوم جوجل تساوي أكثر من $250 مليار. هل تعلم أن بعد وفاة الإنسان تبقى الإشارات الكهربائية الموجودة في الدماغ فعالة حتى 37 ساعة؟ هل تعلم أن مشاهدة الأفلام التي تحتوي على مشاهد مليئة بالحركة والتي تعرف بأفلام الأكشن تجعل الإنسان يأكل بكمية أكبر من الطعام؟ هل تعلم أن جسم الدودة تحتوي على 2000 عضلة، وأن ما قورن بجسم الإنسان يحتوي على 700 عضلة فقط؟ هل تعلم أن العسل
هو الطعام الوحيد الذي لا يفسد. هل تعلم أن الابتسامة تحتاج إلى 17 عضلة فقط من العضلات الوجه، بينما العبوس يحتاج إلى 43 عضلة؟ لذلك ابتسم ولا تتعب عضلاتك. اشتركوا بقناتي على اليوتيوب ليأتيكم كل ما هو جديد. تحياتي علي أبو تقوى.